عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. صلوا على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله حبايب قلبي النهارده هنخش المطبخ نعمل ايه حبايب قلبي؟ هنعمل مع بعض الفطار الحلو اللي انتم شايفينه دوت، محشي كروم وفلفل وكفته مشويه، ومعانا العصير عناب وعرق سوس. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحسن بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. افطار المقبول صوم مقبول افطار الشهي، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. يلا بينا على المطبخ نشوف احنا هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. يا صباح الورد والفل والياسمين عليكم حبايبي. النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمل ايه مع بعض حبايب قلبي؟ ما عندنا ايه؟ عندنا الكفته اللي احنا كنا شوينها مع بعض ان شاء الله، وهنعمل جنب منها حبه محشي حبايب قلبي كرنب. كان عندي كرنبايه صغننه، جبت كرنبايه صغننه وسلقتها وقطعتها زي ما انتم شايفين كده. انا بحب اسلق الورق كده متقطع كده حبايب قلبي، بيبقى سهل عليكي ان انت ايه تحشي على طول. تمام كده، هنعمله حله محشي حبايب قلبي كرنب ان شاء الله جنب حبه الكفته وكده. الحمد لله رضا، ده افطارنا النهارده. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. طبعا انتوا عارفين حبايب قلبي انا ضربت الطماطم في الخلاط وغسلت الخضره ونقيتها وغسلتها ونقعتها في خل، وخرطت بقى البصل وضربت الطماطم وخرطت الخضره والبصل وحطيت كل حاجه حبايب قلبي كده، بس على اني اقلب معاكم كده الحاجه بس مع بعضينا زي ما احنا متفقين. الخضره لما بتبقى كتير في المحشي بيبقى طعمه جميل جدا، ربنا يحلي لكل واحد لقمته ان شاء الله. والطماطم برده حبايب قلبي. تمام كده، كده ان شاء الله باذن الله الخلطه معانا جاهزه اهي ان احنا ايه نحشي. تمام كده ان شاء الله باذن الله لما احشي الحله واخلصها هوريها لكم. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. ما ننساش يا حبايب قلبي اخواتنا في غزه وفلسطين، ندعي لهم عن ظهر غيب، ربنا يفك كربهم ويشفي مرضاهم ومرضانا ومرضى المسلمين اجمعين، يرحم امواتهم وامواتنا واموات المسلمين اجمعين يا رب العالمين. اللهم امين. يا رب يا حبايب قلبي اي حاجه اكون بعملها اكون فعلا قادره اوصل معلومه مفيده وتكونوا فعلا بتستفادوا مني، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. ده افطارنا حبايب قلبي، اتفضلوا معايا تنوروني ويزيدني شرف. يا رب ان شاء الله اكون ضيفه خفيفه واكون عند حسن ظنكم وتكونوا فعلا قادره واكون اوصل معلومه مفيده، يصلح حالي وحالكم وحال المسلمين، يدينا ويرضينا كلنا ان شاء الله، يصلح حالنا جميعا ويدي كل واحد منا ما يتمنى. ما تنسونيش في دعوه حلوه، ما تنسوش تحطوا اللايك وتفعلوا زر الجرس، واللي ما اشتركش في القناه يشترك. خليكم معايا. بص حبايب قلبي اديني بحشه اهوت الكرنبايه، كرنبايه صغنونه خالص حبايب قلبي. انتوا عارفين الصيام طبعا مش بتاكلي فيه كتير زي ما بتبقي فتره، وبتاكلي بقى في المحشي زي ما انت عايزه. فاحنا نعمل حاجه كده حرشه جنب حبه الكفته اللي عندنا، ويبقى يوم متقضى والحمد لله على كده حبايب قلبي ان شاء الله باذن الله. بس هخلصه وارورك الحله بعد ما اخلصها ان شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم، خليكم معايا يا حبايبي. بص حبايب قلبي عايزين حشينا الكرنب اهو حبايب قلبي، زي ما قلت لكم الكرنبايه صغننه، عملت لي 3 سطور في الحله حلوين قوي رضا، بس هي تاكلوا حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين ان شاء الله. حبايب قلبي لما اولع عليه ويستوى ان شاء الله هوريه لكم، خليكم معايا يا حبايبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي، ادي المحشي اهو استوى وده فطرنا النهارده. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. متنسوش يا حبايب قلبي لو الفيديو عجبكم اعملوا له شير، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.